شيئا فشيئا تبدأ الحياة السياحية بالعودة تدريجيا إلى طبيعتها بمحافظة حضرموت بعد حالة من الانكماش والتدهور الكبير الذي مرت به في السنوات الماضية. الاستقرار الأمني والخدمي وكذا المهرجانات الشعبية والاحتفالات التي تشهدها المكلا هذه الأيام عوامل يرى مختصون أنها أسهمت في إعادة إنعاش السياحة الداخلية مع وفود الآلاف من الزوار القادمين من مختلف المدن والمحافظات المجاورة. حاليا تشهد حضرموت مهرجانات وكرنفالات احتفالية في هذه الأيام الجميلة، وهي عامل رئيسي وعامل جذب للاستثمارات والسياحة الداخلية، وأيضا زيادة حجم الزوار والوافدين إلى حضرموت لأنها أصبحت نموذجا للأمن والأمان والاستقرار. السياحة الداخلية في محافظة حضرموت تأتي فيها من بعض المحافظات المجاورة زي المهرة وشبوة وأبين وبعض من محافظات عدن، أكثر من 18238 خلال فترة من بداية يناير إلى يوليو. انتعاش حركة السياحة الداخلية ساعدت في إعادة الحياة للكثير من المنشآت السياحية التي كانت قد أوصدت أبوابها كأحد مظاهر تداعيات الأحداث الأبنية السابقة التي عاشتها المحافظة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى افتتاح العديد من الفنادق والمنتجعات السكنية. احنا الآن كسياحة داخلية مهتمين بها أكثر وأكثر بعد لجوء أكثر شيء من الجماعة من السعودية ودخولهم إلى اليمن وإلى المكلا، حاول نسعى إلى التطور أكثر وإلى تكبير السياحة أكثر حتى نحسون إنه العالم ونحس الناس كلها إنه احنا عدنا سياحة خاصة في المكلا، لأنه الوضع في المكلا يعني كسياحة ما شاء الله يعني زاد أكثر. وتسعى السلطات المحلية بالمحافظة إلى تعزيز قطاع السياحة الداخلية من خلال دعم وتكثيف الاحتفالات وإقامة المهرجانات الكرنفالية ذات الطابع السياحي لما يمكن أن يمثله هذا القطاع من مصدر لتحسين الإيرادات المالية وتوفير المئات من فرص العمل المحلية. تحسن ملحوظ في حركة السياحة الداخلية يعكس الجهود التي بذلت لإعادة إنعاش هذا القطاع بالمحافظة، لكن ذلك لا يقلل من حجم التحديات التي تواجهها تلك الجهود وفي مقدمتها مدى تأثرها بمجريات الحرب التي تعيشها البلاد وكذا استمرار التدهور المعيشي والاقتصادي للمواطنين. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.